وانت في متحف الحضارة هتلاقي الأثر ده رقم 628. الأثر ده هو المصبغة الفاطمية. تعالوا نعرف ايه القصة وايه الحكاية. وانت في متحف الحضارة وانت عند الممر ده وانت داخل ناحية المتحف، لو بصيت على ايدك الشمال هتلاقي الأثر ده. الأثر ده تم اكتشافه سنة 1944 طبقا لما ذكرت لجنة حفظ الآثار العربية. وكان في الأول كانوا فاكرينه معصرة للزيوت، يعني ما كان بيتعمل منه زيوت، لكن لما وجدوا نفس الشكل ده موجود منه نفس الشكل في الناحية الجنوبية، ووجدوا في أحد الأواني اللي هي الأواني دي بعض المواد، خدوها وحللوها في المعمل، لقوا إن المواد دي تستخدم في صباغة الألوان، عرفوا إن المكان ده كان مصبغ. طيب المكان ده كان في الأول بيتكون من حوالي 4 صفوف وخمستاشر عين، يعني الحفرة دي أو البتاع المدورة دي اسمها عيون، كان 15 عين، لكن دلوقتي المكان ده بقى من 3 صفوف وحوالي 13 عين. والأواني دي هي أواني فخارية، واللي كان بيحيط بيها الجدار اللي بيحيط بيها كان معمول من مادة الأجر. المكان ده طبعا زي ما قلت لكم لما تم اكتشافه 1944 أهمل بعد كده، يعني ما كانش فيه مراجع أو معلومات، ما تمش الاهتمام بيه، فاتغطى بالرمال بشكل كبير جدا، وزي ما نقول كده اتغطى خالص بقى ملوش ملامح، لحد طبعا لما الدولة قررت بقى تعمل متحف الحضارة وتطور المنطقة، بدأت أعمال حفاير. الكلام ده كان من 2000 ل 2005، أعيد اكتشاف المصبغة دي مرة تانية. وعايز اقول لكم بقى لو هنتكلم على الاجواء، المصبغه دي ما كانتش هي الوحيده او ما كانتش اللي تبقى كالحرفه دي منتشره بس في القاهره او في نطاق الفسطاط، لا دي كان نقدر نلاقي منها موجود في اشميم، في اسيوط، في تانيس. وكانت الحرفه دي كان بيشتغل فيها اكتر اليهود والاقباط، لدرجه يقول لك ان اليهود اللي في القاهره اللي كان شغال في الحرفه دي حوالي 23 يهودي شغال في الحرفه دي، ودي الحرفة دي كانت بتكسب بشكل كبير جدا. وكان أكتر المواد المستخدمة للصباغة الزعفران بشكل كبير جدا عشان يعمل منه اللون الايه، اللون الأصفر. طيب لكن الألوان، طب الألوان نفسها، الألوان نفسها عايز أقول لكم ما كانش الخليفة يلبس أي لون كده وخلاص، يعني الخليفة الفاطمي يقول لك أنا بلبس أي لون كده وخلاص، لا ده كان ليه دلالة أو عايز يشير لشيء معين يقوله لك. بمعنى يعني مثلا الخليفة الفاطمي كان يحب يلبسه اللون الأبيض جدا، ليه؟ لأنه ليه دلالة سياسية. إيه الدلالة السياسية؟ إنه يعتبر من أنهم من أهل البيت، من آل البيت يعني، وده الشعار بتاعهم عكس الخلافة العباسية. بالإضافة إن الألوان نفسها ورمزياتها هي مستنبطة من القرآن الكريم، يعني الألوان نفسها ورمزياتها هي مستنبطة من القرآن الكريم، يعني اللون الأبيض هو رمز للطهارة والنقاء بشكل كبير جدا، غير اللي هو من ناحية سياسية، لا ده من ناحية بقى الاستنباط القرآني في القرآن الكريم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فبالتالي هو استنباط من القرآن الكريم دلالة على هذا اللون من نفع. لون تاني اللون الأخضر، اللون الأخضر كان رمز للخير ويقول لك كان يعتبر يرمز لأهل الجنة. طبقا لما ذكر في القرآن الكريم ايه؟ يلبسون ثيابا خضر من سندس واستبرق، فبالتالي استنبطوا من القرآن الكريم الألوان وبدأوا اللي هم ايه يلبسوها دلالة منهم على ما تم استنباطه من القرآن الكريم. ده غير كده كان برضو أقدر أعرف من الألوان دي الناحية الاجتماعية، بمعنى يعني أنا كخليفة بلبس زي معين بلون معين، عكس مثلا واحد من كبار رجال الدولة ليه زي تاني ولون تاني خالص، فبالتالي ان الالوان اقدر اعرف من خلالها الطبقة اللي بينتمي ليها الفرد. طبعا احنا قلنا المصبغة دي كان بيعمل فيها اليهود والاقباط بشكل كبير جدا. تخيلوا بقى ان كان بيحصل احيانا غش في الصباغة، بمعنى يعني مثلا انا عايز لبس لبس معين لون اصفر مثلا، يجي الراجل اللي شغال يعملهولك باللون الاصفر وكله تمام، بس بدل ما يحط المواد المعينه اللي تتناسب مع المصبغه او في المصبغه يعني في اللبس، يحط لك مثلا الحنه فيديك كانها مثلا كانها لون اصفر، فتيجي انت تلبسها لو عرضتها للشمس بشكل كبير الالوان دي تبوظ خالص، فبالتالي كان بيحصل غش احيانا في ايه، في حرفه الصباغه دي. لذلك كان في واحد اسمه المحتاسب بقى،
المحتسب ده كان يشرف على الكلام ده ويشوف مين اللي بيعمل صح واللي بيشتغل صح وهو الى اخره، بحيث عشان ايه يعاقب اي حد لو بيغش في الحرفه دي. ونقدر نستنبط او نستنتج كمان من الحرفه دي فكره ان طبعا الصباغه دي بيخش فيها مواد كيميائيه وحاجات كتير جدا، يبقى البراءه في علم الكيمياء بشكل كبير جدا. وقد ايه في الفتره دي بقى براءه في علم الكيمياء، وازاي عرفوا يحطوا اللون ده مع الماده دي عشان يطلع لي اللون المعين اللي انا عايزه. ده كان موضوع حلقتنا النهارده. يهمنا تعليقاتكم، ارائكم، تفاعلكم على الصفحه وعلى اليوتيوب. اشوفكم على خير في حلقه جديده وموضوع جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.